شكرا للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكابتن احمد زكريا والكابتن محمود رؤوف. انطلاق بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري للكرة الطائرة رقم 45. النادي الأهلي قدامنا قائمة النادي الأهلي رجال: يوسف الصافي رقم 1، عبد الله عبد السلام رقم 2، عبد الحليم فهيم عبو رقم 3، أحمد صلاح رقم 4، حمادة عثمان رقم 5، محمد رمضان ليبرو رقم 7، عبد الرحمن الحسيني رقم 8، محمد عصران رقم 9، الكوبي يوندر جارسيا الليبرو رقم 11، حسام يوسف رقم 12، سيف حسن عابد رقم 14، عبد الرحمن سعودي رقم 15، محمد عبد المحسن رقم 16، واحمد عزب رقم 22. جهاز فني: الكابتن الاسباني فرناندو مونزو المدير الفني، الكابتن محمد السيد المدرب العام، كابتن محمد الحسيني مدرب الفريق، عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، احمد اسامه اداري الفريق، شادي فهيم محلل تقني، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، اسلام محمدي اخصائي العلاج الطبيعي، اسامه ابراهيم اخصائي تاهيل، محمد شهير مدلك الفريق، وشريف صلاح اخصائي لياقه بدنيه. وقدامنا الفرقه ابتدت يعني بالبدايه كده: الكابتن عبد الله عبد السلام معد الفريق، وعبد الرحمن سعودي لاعب مركز 3، موجود ايضا سيف حسن عابد اوبزيت مع في مركز 2، وعبد الرحمن الحسيني واحمد عزب لعيبه مركز 4. وقدامنا الفرقه باديه طبعا في بدايه البطوله الافريقيه، فرناندو مونزو معاه يعني فريق بيحاول ان هو يشوف ويستكشف بداية البطولة والفرق المشاركة. ايضا اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة واعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي متواجدين في المقصورة الرئيسية. لو اتكلمنا عن فريق الجرين الكونغولي او الفريق المشارك الآن هو تيم الكونغولي، جرين تيم الكونغولي، بنلاقي ليبرو الفريق مونجيني رقم 14، وأكبر لاعب في الفريق رقم 2 موتيلو مومبامبا، وهو مواليد 92. وبداية اللقاء وهنشوف في متوسط أطوال، ولكن الأعمار الموجودة في فريق تيم الكونغولي هي أعمار ليست كبيرة، أكبر لاعب مواليد 92 وأصغر لاعب مواليد 2005. بداية اللقاء طبعا مشاهدينا ونادي الأهلي فاز بلقب هذه البطولة 15 مرة، وهو أكثر الأندية التي فاز بها يعني في البطولات، بعديه الصفاقسي التونسي بست ألقاب، والترجي التونسي بخمس ألقاب، والزمالك بخمس ألقاب، الإفريقي التونسي بثلاث ألقاب، والنجم الساحلي التونسي لقبين، مولودية الجزائري لقبين، نصر حسين ضاي الجزائري لقب، طلائع الجيش لقب، ومولودية بوسالم التونسي العام الماضي بلقب واحد. بداية اللقاء وطبعا قدامنا كله بيترقب النادي الأهلي في مجموعته اللي بتضم الأسمنت الأثيوبي والعدالة الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي. مشجعينا مشجعي النادي الأهلي وكل الجماهير بتترقب أداء إن شاء الله يبقى جيد على مستوى عالي من فريقنا، على الرغم من إن بداية المجموعات ما بيبقاش فيها دقيقة حداد. انتهت دقيقة الحداد وبداية الإرسال مع كابتن فريق النادي الأهلي الكابتن عبد الله عبد السلام في بداية المشوار الإفريقي. إرسال عبد الله، إرسال مميز جدا، بيبقى سبايك سيرف قوي بيحط فيه ريسك واستقبال، وكرة بتترفع وكرة قوية بتتضرب من اللاعب رقم 3 سالا لمبا كابتن فريق نادي يعني الكونغولي جرين الكونغولي. وبداية 1
جرين تيم الكونغولي لا شيء الاهلي واستقبال من محمد رمضان وكره بيحطها سيف حسن عابد بايده في ايد حائط الصد وخارج الملعب بخبره كده. واحد الاهلي واحد جرين تيم. والارسال مع عبد الرحمن الحسيني وارسال واستقبال وكوره وطبعا استقبال جرين تيم الكونغولي واضح ان هو مش على درجه عاليه. تاني عبد الرحمن الحسيني وارسال واستقبال وكره بتترفع ولكن المعد طبعا باين ان الفريق الكونغولي مش متدرب على شكل جيد من خلال ما بنشاهد دلوقتي في الارسال والاستقبال للفريق الكونغولي وكره بشوطها اللاعب الاعصر رقم 2 موتيمبا وكره سريعه بتترفع من محسن بيحطها بقوه من منتصف الملعب. 4 الاهلي 1 جرين تيم. في طبعا اطوال ولكن مفيش مهارات وارسال في الشبكه من عبد الرحمن الحسيني. 2 جرين تيم الكونغولي 4 النادي الاهلي. وده يعتبر احسن لعيب وكابتن الفريق سالا لمبا مواليد 99 وهو عنده اعتقد الى حد ما مهاره عن بقيه الفرقه. استقبال وكوره وسيف حسن عابد بيشوط كوره قويه جدا ولكن خارج الملعب. وما زال سالا لمبا على الارسال كابتن فريق تيم جرين الكونغولي وارسال ولكن يعني محمد محسن على الارسال سنتر بلوك النادي الاهلي ولاعب مركز 3 ارسال و بيحطه في الشبكة. أربعة جرين تيم الكونغولي 5 النادي الأهلي. وده إرسال واستقبال وكورة وبتتحط بتتسقط وبترجع تاني وبترجع وعبد الرحمن الحسيني وعبد الرحمن سعودي بيشوط كرة قوية من مركز 3 في مركز 5 يعتبر بدون حوائط صد من عبد الله عبد السلام المتألق. لمح سنتر بلوك كده متزحزح بعيد عن ايد عبد الرحمن سعودي واداله الكرة بقوة وارسال وسيف بيدوس على الخط في خطأ يعني لسه طبعا بداية المباريات بتبقى الكل بيحاول يدخل في التركيز. ارسال ومحمد رمضان وكرة قوية وبتتشاط بقوة من عبد الرحمن الحسيني من مركز 6 بيعدل بيها النتيجة 7 الاهلي 5 جرين تيم الكونغولي. واحمد عزب على الارسال وارسال واستقبال وكره جايه سهله جدا وبتيجي تاني وعبد الرحمن سعودي المتالق من نص الملعب بيشوط كوره جميله اهو طالع من فوق ومن جنب ايد حوائط الصد وبيشوط الكوره 8 الاهلي جرين تيم الكونغولي. واحمد عزب وارسال قوي وباين وظاهر جدا الاستقبال بيعدي بسهوله ولكن الحكم بيقول في خطا من حوائط الصد. والارسال مع اللاعب رقم 4
وكرة برضو بتيجي وبترجع تاني من عبد الرحمن الحسيني، وكرة المرة دي بتترفع من مركز واحد لسيف حسن عابد بيشوطها بقوة من مركز واحد، وعبد الرحمن السعودي على الإرسال. إرسال عبد الرحمن وكرة بتيجي سهلة بتتشاط خارج الملعب، ولكن لاين زمان بيقول داخل الملعب. هو شايفها أكتر عشان هو طبعا في الملعب، واضح بالنسبة له. بتعدل بيها النتيجة، وعلى الإرسال مومونجا وإرسال خارج الملعب. وتاني الإرسال مع عبد الله عبد السلام معد الفريق وكابتن فريق النادي الأهلي، وإرسال بيحط كده في ريسك، وبترجع الكورة وبتترفع وبيشوطها اللاعب رقم 12، ولكن محمد محسن بيحط حائط صد كان منتظره أهو، جيد جدا. وتاني عبد الله وإرسال قوي وبترجع، وعبد الرحمن الحسيني بيسقط الكورة وبترجع تاني، والديفنس قدامنا وأحمد عزب، وبتترفع لعبد الرحمن الحسيني اللي بيحطها في ايد حائط الصد اللاعب رقم 12 وخارج الملعب. واول تايم اوت بيجريه المدير الفني الكونغولي لفريق جرين تيم، 12 الاهلي 7 نادي جرين تيم الكونغولي. تعليمات طبعا الفريق كله بيتكلم زي ما احنا شايفين، بيحاولوا ان هم يدوا تعليمات لبعض، ولكن فارق المستوى واضح جدا بالنسبة للاستقبال تحديدا. ارسالات النادي الاهلي اكتر من 5 كور بتعدي مباشر من فريق جريم تيم، وكرة بتتشاط واعتقد ان هو نزل على رجله. وقام تاني كابتن الفريق سالا لمبا، و بيكمل على الكرة. ارسال واستقبال من رمضان، وكرة بتتحط من 6، وبيقول الحكم الثاني احمد عزب لمس خط الثلاثة متر اهو. من مركز 6-9 جرين تيم 12 النادي الاهلي، وارسال ثاني وكرة، وكرة المرة دي بيشوطها عبد الرحمن الحسيني بقوة من مركز 2. طبعا بسنجل بلوك اللاعب رقم 12 مضمش مع لاعب مركز 4، وعبد الرحمن الحسيني وارسال سبايك واستقبال، وكرة بتترفع سريعة مش متوقعة، بيشوطها اللاعب رقم 12 اهي. عشرة جرين تيم 13 النادي الاهلي، وارسال خارج الملعب بعيد خالص وخارج حدود الملعب اصلا. زي ما احنا شايفين المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو و
ايضا ارسال من هنا وارسال من هنا من محمد محسن. وارسال سبايك خارج الملعب خالص بعيد عن خطوط الملعب من جرين تيم، وسيف حسن على الارسال. ارسال قوي ولكن في الشبكة. اتناشر جرين تيم، خمستاشر النادي الاهلي. وعلى الارسال مبوما وارسال واستقبال وكرة قوية بيشوطها اللاعب احمد عزب من فوق ايد حوائط الصد من مركز اربعة، بيحطها في مركز خمسة بشكل جيد جدا. وعزب على الارسال، احمد عزب وارسال سبايك واستقبال وكرة بتترفع وبتتشاط وفي ايد حوائط الصد من اللاعب رقم اربعة كويدي مامبوكو وخارج الملعب اهو. تلتاشر جرين تيم، ستاشر النادي الاهلي. وسبايك وكرة قوية واستقبال ولا اجمل، وكرة بتتحط جميلة ولكن خارج الملعب من عبد الرحمن الحسيني، عايز يحطها من مركز اربعة في مركز اربعة في زاوية ضيقة جدا، طلعت منه خارج الملعب. ومازال على الارسال واستقبال وكرة من واحد وبتتشاط بقوة من اللاعب سيف حسن في ايد حوائط الصد وخارج الملعب، بيعدل بيها النتيجة 17 الاهلي 14. جرين تيم الكونغولي. وعبد الرحمن سعودي على الارسال، وارسال واستقبال وكرة بترجع كونتر اتاك قوية بشوطها محمد محسن بشكل اكتر من رائع. وواضح جدا سرعة ارسال عبد الرحمن سعودي وضعف استقبال الفريق الكونغولي. وتاني واستقبال وكرة بتترفع وبتتشط بقوة بيشوطها اللاعب كابتن الفريق رقم ثلاثة سلك لمبا وبيحطها في الخط من جنب ايد حوائط الصد مش متوقعة. 15 جرين تيم الكونغولي، 18 النادي الاهلي. وعلى الارسال اللاعب موبونغو قدامنا اهو بيلعب ارسال واستقبال من رمضان وكرة تانية بتتحط من مركز واحد، سيف حسن بيشوطها بقوة في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. اعتقد في تغيير بيجري المدير الفني الكونغولي، بيطلع اللاعب رقم سبعة موبونجا وبينزل اللاعب رقم 13 مكانه. وعبد الله عبد السلام وارساله القوي وكرة في الملعب بيحطها من واحد في مركز واحد جنب رجله او يمين اللاعب المستقبل، ما بيعرفش يروح ولا يستقبلها بعيد عن ايده. 20 الاهلي 15 جرين تيم الكونغولي. طبعا الملعب متوقف في مراجعة ما بين الحكم الثاني وترابيزة التحكيم.
اعتقد اللاعب رقم 13 ما كانش متسجل اصلا في السكور. وبيرجع تاني اللاعب موبونجو، وفي طبعا كلام ما بين الحكم التاني والمدير الفني. وبيستدعي الحكم الاول كابتن الفريق سالا لامبا وبيديله تاخير انذار، وما زالت النتيجه طبعا الكارت الاصفر ده مش نقطه، ده بس انذار بدون نقاط. 20 الاهلي، 15 جرين تيم الكونغولي. وما زال الارسال مع عبد الله عبد السلام، وارسال وكره بتتسقط وبتيجي كده بيحطها اللاعب رقم 2 مومومبا خارج الملعب من مركز واحد. لاعب هو يعتبر اكبر سن لعيبة المنتخب الكونغولي، مواليد 92، وتايم اوت الثاني بيجري المدير الفني لنادي جرين تيم الكونغولي بعد تقدم 21 الاهلي، 15 جرين تيم. انتهى التايم اوت الثاني لفريق جرين تيم، وما زالت النتيجه 21 الاهلي، 15 الفريق الكونغولي. وعبد الله عبد السلام على الارسال، ارسال وسبايك سيرف، وكوره بتيجي بنقطه مباشره. وملاحظين الملعب بيقف كتير علشان عدم وجود خبره في الفريق الكونغولي واضحه، هي اللي عامله الدربكه دي سواء في التغييرات او في التاخير. وعبد الله عبد السلام وكوره تانية بتيجي، وابتدى اللعب ياخد طابع كده اهو، ولكن احمد عزب من 6 عبد الله بيديله كوره قويه بيشوطها بعيد عن ايد حوائط الصد المتوقعه. وعبد الله عبد السلام وارسال واستقبال، وكوره بتيجي وبتتشاط وبترجع تاني وفيها ديفنس، وبرده بيرجع تاني بيشوط كوره قويه اللاعب سارة لمبة، وبتتحط في ايد حائط الصد ونقطة مباشرة. 24 الاهلي، 15 جرين تيم. عبد الله عبد السلام ارسال قوي داخل الملعب، و25 الاهلي، 15 جرين تيم. وشوط اول ظهر فيه يعني ضعف مستوى أداء الاستقبال واضح جدا على الفريق الكونغولي. والنادي الأهلي مثبت أعتقد تشكيله ولعبته علشان يقدر يكمل ويشوف التغييرات، وشايف بعض التوجيهات اللي بيوجهها الاسباني فرناندو مونزو لسيف حسن، وخصوصا في مهاره حائط الصد. جهاز النادي الاهلي المكون
من الأسباني فرناندو والكابتن محمد السيد المدرب العام ومحمد الحسيني مدرب الفريق موجودين متواجدين أهو قدامنا على طول في توجيهات، وفي طبعا ترجمة، وفي يعني تنفيذ للتعليمات بشكل جيد جدا. نجاح المنظومة داخل النادي الأهلي ليست فردية ولكن جماعية، موجودة في الأسباني فرناندو مونزو وفي الكابتن محمد السيد والكابتن محمد الحسيني، متواجدين دايما وكلهم قلبهم على الفرقة زي ما شفنا في كأس السوبر وبطولة الدوري، وقد ايه كان في ترابط ما بين الجهاز والفريق، وده اللي بيحقق النجاح سواء في البطولات المحلية او البطولات الافريقية او الدولية. حوار ما بين احمد صلاح وعبد الله ومحمد السيد المدرب العام، وطبعا الادوار البدائية دوري المجموعات غالبا وابدا بيبقى فيه بعض الفرق اللي مستواها ما بيبقاش قوي. المجموعة الاولى زي ما اتكلمنا الاهلي والاسمنت الاثيوبي والعدالة الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي. المجموعة الثانية مولودية بوسالم التونسي وانجز الايفواري وولايتا ديتشا الاثيوبي والنصر الليبي ووداد تلمسان الجزائري. المجموعة الثالثة ميناء دوالا الكاميروني وبليدا الجزائري والسجون الكيني وسيبارو الكونغولي وسيكارا الرواندي. المجموعة الرابعة المواني الكيني وجرين بافالوس الزامبي والجامعة الزيمبابوي والشرطة الرواندي وفي جي آر الكونغولي. شوط تاني بيبتدي مع بطل الكونغو والنادي الأهلي الكونغو دخل بمباراتين بفرقتين عفوا، سيبارو الكونغولي وجرين تيم الكونغولي. هلو سامع؟ في طبعا تغيير اجراه المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو بنزول يوسف الصافي مكان اللاعب احمد عزب. قدامنا يوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني في مركز أربعة، وعبد الرحمن سعودي ومحمد محسن في مركز ثلاثة، وسيف حسن وعبد الله عبد السلام في مركز اثنين. تغيير الشوط الثاني بس اللي أجراه المدير الفني ليوسف الصافي مكان أحمد عزب. بداية انطلاق الشوط الثاني وإرسال واستقبال من يوسف وكورة بتترفع، وعبد الرحمن الحسيني بيشوطها بقوة وبتيجي في الديفنس وبترجع تاني، وكورة قوية بتتضرب من مركز ستة من اللاعب رقم أربعة موبوكا من مركز ستة بتتحط في الملعب بشكل جيد أهو. واحد جرين تيم الكونغولي لا شيء النادي الأهلي، وارسال واستقبال من يوسف وكورة وبتترفع وبتتشاط بقوة من اللاعب سيف، ولكن داخل الملعب.
وعبد الله عبد السلام على الارسال، وارسال قوي، وكوره بيحط ايده فيها سالا لمبا كابتن الفريق وخارج الملعب، واضح جدا. ارسال قوي وسريع، اتنين الاهلي واحد جرين، وكوره تانيه واستقبال، ولكن حوات الصد قويه من محمد محسن، ويعني كرة اترفعت سريعة، ولكن محسن المرة دي مركز جدا معاه في حوائط الصد، اهو طالع في تايم مظبوط، وكرة تانية قوية ولكن خارج الملعب بإرسال قوي جدا من عبد الله عبد السلام. اتنين جرين تيم الكونغولي، تلاتة النادي الأهلي، وصالة لمبة على الإرسال، وارساله بيلعبوا سبايك سيرف دايما اهو، وبيلعب ارسال قوي، وكره ثانيه وبتتشط بقوه من عبد الرحمن الحسيني، مديها له عبد الله عبد السلام من استقبال يوسف الصافي اهو، مش متوقع، بعيد عن ايد حوائط الصد. عبد الرحمن الحسيني وارسال واستقبال، وكره بتترفع وبتتشط تاني من اللاعب الاعصر رقم اتنين، ولكن يوسف الصافي بيشوط كره قويه جدا من مركز اربعه، مفيش ولا حائط صد ولا دفنس اهو، طالع من منطقه وشايط الكره من حته قويه، وتاني عبد الرحمن الحسيني، وكره من سته ودفنس من رمضان، ومن ستة عبد الرحمن الحسيني بيشوط كورة قوية جميلة جدا من مركز ستة اهو، من نص الملعب بقوة، ما تطلعش منها دفنس. ستة الاهلي اتنين جرين، وما زال عبد الرحمن وبيحط كورة كده جميلة من مركز خمسة في مركز واحد، سبعة الأهلي اتنين جرين تيم، وأول تايم أوت بيجري المدير الفني الكونغولي. وضح الشوط الثاني إرسالات النادي الأهلي منظمة وسريعة وداخل الملعب، وفي هجوم من مركز ستة ومنتصف الملعب، ويعني تشكيلات واضحة جدا من عبد الله عبد السلام. وما زال الارسال مع عبد الرحمن الحسيني، وارسال سبايك من اعلى وسريع واستقبال وكوره، وبتيجي تاني وحوائط الصد، يوسف ومحسن مركزين جدا، وكوره تانيه بيحطها اللاعب مابوكا رقم اربعه من مركز اربعه، بتيجي في ايد حوائط الصد وبتنزل في الملعب اهي، ملهاش ديفنس طبعا. ارسال وبتحط الكوره خارج الملعب. 8 الاهلي 3 جرين تيم الكونغولي. وما زال الارسال مع محمد محسن. ارسال واستقبال، وكوره بتيجي وبتترفع عاليه وحوائط صد، ويوسف بيحاول عليها ولكن يعني صعبة، متلاحظ ان الكرة المعد بيعلي الكرة قوي، وحوائط الصد مهما اتأخر برضو بيبقى فيه، وكرة وارسال من اللاعب مبومبا على محمد رمضان بتيجي في ايده خارج الملعب، بيعدل بيها النتيجة 5 جرين تيم 8 النادي الأهلي. ومن بومبا ورمضان بيستقبل الكورة، وكورة سريعة وبتتشط بقوة من عبد الرحمن سعودي من مركز ثلاثة بقوة أهي، من جنب إيد سنتر بلوك نادي تيم
الكونغولي اللاعب رقم 7 موبونجو، وإرسال قوي من سيف جدا ولكن في الشبكة. ستة جرين تيم، 9 النادي الأهلي، وما زال على الإرسال مبوكا لاعب مركز 4 أهو قدامنا، وإرسال وبيحطه في الإرسال في الشبكة. طبعا مستوى الأداء واخد مستوى أداء النادي الأهلي شوية. يوسف الصافي إرسال قوي ولكن خارج الملعب. في بعض الأوقات لما بيبقى مستوى متواضع بيسحب أداء الفريق الآخر، وكرة واستقبال وسريعة قوية من عبد الرحمن سعودي من نص الملعب بقوة، بيشوطها عبد الرحمن سعودي قدامنا اهو. طبعا 11 الأهلي 7 جرين تيم، وما زال عبد الرحمن سعودي، وإرسال واستقبال وكرة بتترفع وبتتحط كده من جنب ايد حوائط الصد ب بلوك سنجل اهو. محسن طالع بقوه مع السريع وكره بتترفع في 4. 8 جرين تيم 11 الاهلي، وكره قويه ومحسن بيشوط كره قويه جدا بيحطها خارج الملعب. مرفوعة حلوة من عبد الله عبد السلام، وكرة تانية وإرسال واستقبال، والمرة دي بقى بقوة بيحطها ولكن بترجع تاني من ديفنس ويوسف، وكرة تانية وسيف بيشوط كرة قوية وابتدى يبقى فيه ديفنس بيبند الكرة، ولكن اللاعب مابوكا بيشوط كرة من 6 وحائط صد متقفل ما بين سيف و لا عفوا ما بين عبد الرحمن ومحسن بقوه، وعبد الله عبد السلام وارسال قوي، وما زلنا الكوره من 6 ودفنس ولا اجمل وبترجع تاني، وعبد الرحمن الحسيني بيحط كوره بريست ايده كده ومن 1 كابتن الفريق صلاه لمنبا، وكوره تانيه وعبد الرحمن الحسيني، وابتدى يبقى في رالي كورتين، وبتتسقط كرة جميلة وبتترفع وبترجع، وابتدى يبقى في دربكة كده في صفوف تيم الكونغولي، وكرة قوية بيشوطها اللاعب سيف حسن عابد في ايد حوائط الصد وبتيجي خارج الملعب بعد رالي 3 كور 4 كور كده بشكل جميل. إرسال قوي واستقبال وكرة جاية سهلة بترجع تاني، ورمضان بيوصل الكرة، ومحسن بيشوط كرة قوية ولكن اللاعب رقم 12 جايب شبكة من حوائط الصد أهو. نازل طبعا واضح إن هو جايب شبكة. تايم أوت بيجري المدير الفني لفريق جرين تيم الكونغولي، 14 الأهلي 9 الجرين تيم الكونغولي. طبعا كله بيحفز فريقه، وشايفين الناحية التانية طبعا فرناندو مونزو ومحمد الحسيني ومحمد السيد بيتكلموا، وعبد الله عبد السلام وإرسال وكرة ساقطة
ويعني متحكم جيد جدا. في سرعة ومكان الإرسال عبد الله تاني وتاني كورة، وطبعا الفريق الكونغولي مش واقف بسيستم في الاستقبال. إرسال من عبد الله واستقبال وكورة بتترفع وبتتشاط بقوة من اللاعب رقم 2 مومومبا، وحوائط صد جيدة من سيف حسن واللاعب محمد محسن، وتاني عبد الله عبد السلام وارسال واستقبال، وكورة المرة دي بتترفع مش مظبوطة من المعد. فريق جرين تيم وقدامنا اهي مارسيليو دوفوليا وهو بيرفع كورة تانية عالية بتتحط وفي حائط الصد وخارج الملعب من مومومبا، وتغيير بيطلع عبد الله عبد السلام وبينزل حسام يوسف. 18 الأهلي، 10 جرين تيم. مارسيلو بيلعب ارسال قوي وكره تانيه وبيسقطها عبد الرحمن الحسيني وبترجع تاني وبتتشط بقوه وتفنس ولا اجمل، وحسام بيعلي كوره وسيف بيشوط كوره قويه، ولكن يعني حائط الصد جايب شبكه. قدامنا اهو بصوا طالعين، طبعا بصوا داخلين جوه باين برجله اللاعب رقم 12، باين جدا ان هو داخل جوه. عبد الرحمن الحسيني وارسال قوي وكره بتترفع من مارسيليو بتتشط بقوه من اللاعب مبوكا، ولكن حاط الصد المكون من سيف ومحمد محسن قافل الزاويه بشكل اكتر من رائع اهو. وتاني عبد الرحمن الحسين الكره متسقطه وبترجع تاني وحائط صد جيد وبتترفع تاني، اللاعب يحط الكره غريبه جدا مومومبا اللاعب رقم 2 الايسر في حوائط الصد وخارج الملعب. محمد محسن كده سحب ايده بدري. 11 20 وارسال خارج الملعب بيعدل بيها النتيجه 21 الاهلي 11 جرين تيم. ومحمد محسن على الارسال، ارسال محسن ارسال في الشبكه طبعا هنشوف معاكم ارسال واستقبال وكوره بتترفع سريعه وبيشوطها بقوه يوسف الصافي في ايد حوائط الصد وخارج الملعب من حسام يوسف. 22 12 وسيف حسن على الارسال وارسال في الشبكه، يعني معدل ضياع الارسالات في النادي الاهلي طبعا زايد. كل شوط من 3 إلى 4 ارسالات، ومابوكا وارسال واستقبال من يوسف وكره سريعه بيشوطها يوسف الصافي من مركز 4 في حوائط الصد خارج الملعب.
23 الاهلي قدامنا اهي. ١٣ جرين تيم ويوسف الصافي وارسال قوي واستقبال وكره بتترفع وبتتشاط بقوه ودفنس جميل وكره تانيه وعبد الرحمن الحسيني بيشوط كره قويه والكره المره دي من سيف حسن من مركز واحد بيشوطها بقوه من مركز واحد في مركز خمسه يعني محطوطه بشكل اهو جميل. 24 النادي الاهلي 13 جرين تيم ويوسف الصافي ما زال على الارسال وارسال قوي وكره ثانيه وحوائط صد مكونه من عبد الرحمن الحسيني و حسام يوسف بينهي الشوط الثاني 25-13 في يعني تركيز من سعودي و حسام واللاعب عبد الرحمن الحسيني وقافلين الملعب خالص للاعب صالة لمبة احسن لاعب عندهم يعتبر هو اللي بيقدر يعني يضرب بشكل او باخر كابتن الفريق وينتهي الشوط الثاني 25-13. بداية الشوط الثالث من عمر اللقاء ما بين النادي الأهلي ونادي جرين تيم الكونغولي في بداية بطولة النادي الأهلي للبطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري للرجال رقم 45 وتوجيهات فرناندو مونزو للاعب محمد محسن في أداء مهارة حائط الصد واضحة وبيكلمه أكيد على الإرسالات الموجودة وشايف التوجيهات والتعليمات من الجهاز الكابتن محمد السيد والكابتن محمد الحسيني وكله بيتكلم مع الفرقة لتنفيذ تعليمات الجهاز وعلى الجانب الآخر المدير الفني لفريق تيم جرين تيم بيتكلموا مع فرقتهم والجهاز المعاون أيضا وكله بيشوف مشكلاته ولكن مشكلات جرين تيم في الاستقبال واضحة جدا بداية الشوط الثالث أهو قدامنا مثبت الأسباني فرناندو مونزو تشكيل الشوط الثاني اللي انتهى بيه أهو بوجود يوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني وسيف حسن و حسام يوسف وده طبعا كابتن فريق صالة لمبة اللي احنا اتكلمنا قلنا ده يعتبر احسن لاعب عندهم وكابتن الفريق بالرغم ان هو مش اكبر اللاعبين بداية الشوط الثالث حسام يوسف على الإرسال إرسال قوي سبايك من فوق وكرة وزي ما شايفين كرة لمست الأرض طبعا واحد الأهلي لا شيء جرين تيم شالة من ليبرو
ليبرو مومبينجي اهو، ارسال واستقبال وكره سريعه وبتتحط ودفنس من يوسف، وكره ثانيه عبد الرحمن الحسيني بيشوطها بقوه من فوق حوائط الصد في مركز سته، بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب قدامنا اهو. اتنين النادي الاهلي لا شيء جرين تيم، وما زال الارسال مع حسام يوسف. و ارسال سبايك من اعلى قوي وكوره خارج الملعب من حسام. وعلى الارسال مارسيلو دوفيلبيو اهو، معد فريق نادي جرين تيم الكونغولي، وارسال ورمضان بيستقبل وكوره قويه من محسن وبترجع تاني، وصلاه لمبه بيشوط كوره وبترجع ومحسن تاني، وبتيجي كوره يعني في ايد حوائط الصد وبتنزل اهو بعيد عن ايد سيف، وارسال تاني واستقبال من رمضان، والمره دي كوره قويه بيرفعها حسام يوسف ليه محمد محسن بيشوطها بقوه من مركز ثلاثة في مركز واحد، وفيها كده تركيز اهو. ثلاثة الاهلي اتنين جرين تيم، وعبد الرحمن الحسيني وارسال واستقبال وكرة جاية كده اي كلام وبترجع تاني وبتتحط متسقطة، وفي كرة قوية بيشوطها اللاعب الايسر مومومبا لاعب رقم اتنين في ايد حوائط الصد وخارج الملعب اهو. بيعدل بيها النتيجة 3-3، وارسال خارج الملعب. وفي مشكلة طبعا في الدوران اعتقد بتاع اللعيبه، وبيقف الملعب عشان يشوف الدوران الحكم التاني مع الترابيزه قدامنا اهو. غالبا وابدا ده اللي احنا قلنا واتكلمنا عليه في الشوط الاول، ضعف المستوى بيأثر على اداء الفريق، بخصوصا التوقف الكتير اللي هم بيوقفوه في الاخطاء سواء في البوزيشن او في الدورانات او في تغيير اللاعبين بيبقى في بعض المشكلات. حكم التاني طبعا نظم الوقفة، للفريق الكونغولي وطبعا بيتكلم المدير الفني للنادي الاهلي مع حسام يوسف بخصوص ان هو كابتن الفرقه لازم يكلم الحكم ادام في خطأ في الدوران بينقص نقطة الفريق جرين تيم. فلازم ينقصوا نقطة، ولكن بيتكلم في الدوران ان هو مش مظبوط. إرسال محمد محسن
ارسال قوي، كرة بتترفع تتحط بقوة وتفنس من عبد الرحمن الحسيني، وكرة تانية بتترفع ويوسف الصافي بيشوط والديفنس بيطلع، ولسه يعني كرة بتتحط في الشبكة موبومبا بيحطها في الشبكة اهو، يعني مباراة قدامنا 5 الاهلي 3 جرين تيم، واستقبال واضح ان هو يعني ضعيف. ستة الاهلي 3 جرين تيم الكونغولي، ومازال محمد محسن على الارسال. ارسال محسن وارسال، وكرة بتيجي اهي، يعني كل شوط من 5 لـ6 ارسالات من النادي الاهلي بيقابلهم 6 استقبالات ضايعين، و التايم اوت بيجري المدير الفني الكونغولي. 7 الاهلي 3 جرين تيم. وطبعا في كلام كتير معاهم على اللعب. وعلى النقيض. فرناندو مونزو ومحمد السيد ومحمد الحسيني بيتكلموا على البوزيشن، ومحمد محسن على الارسال، وارسال قوي واستقبال، وكرة بتترفع سريعة وبتتشاط من جنب ايد عبد الرحمن سعودي. 4 جرين تيم 7 النادي الاهلي، تيجي في ايد حسام يوسف وخارج الملعب. لاعب مركز 3 لفريق جرين تيم على الارسال، بيلعب ارسال واستقبال، وعبد الرحمن الحسيني الكرة جاية سهلة بتعدي سهلة وبترجع تاني وبتترفع الناحية التانية كده، بيحطها بريست ايده سيف حسن بنقطة. توقف الملعب كتير طبعا بيطلع اللعيبة من مود المباراة، وسيف على الارسال واستقبال، وكرة بتترفع وبتتشاط وديفنس جميل، وكرة تانية من واحد بيشوطها سيف حسن من جنب ايد حوائط الصد. 9 الاهلي 4 جرين تيم. طبعا شايفين شكل ايد حوائط الصد لفريق جرين تيم. سيف حسن على الارسال واستقبال، الكرة بتترفع وبتتحط وبتتشاط من اللاعب رقم 4 مابوكا خارج الملعب. 10 الاهلي 4 جرين تيم. وما زال سيف حسن على الارسال، وارسال قوي واستقبال، وكرة بترجع تاني لملعب الاهلي، وبودي المرة دي بيشوط كرة قوية من جنب ايد اللاعب رقم 7 موبونجو. 11 الاهلي 4 مرفوعة اهي، بيشوطها بقوة عبد الرحمن سعودي، وسيف حسن على الارسال مازال. ارسال واستقبال، وكوره جايه سهله اهي ملعب النادي الاهلي، ورمضان بيطلع كوره قويه وبتتشاط بقوه من عبد الرحمن سعودي من مركز 3.
قدامنا هو ما زال 12 الاهلي 4 جرين تيم. يوسف حسن الكره تانيه بتعدي وواضحه جدا. اللاعب مارسيلو ديفوليو بيعدي كوره وهو من الخطوط الخلفيه بيرفعها ايه خطا عليه. تايم اوت بيجري المدير الفني الكونغولي 13 الاهلي 4 جرين تيم. وجهاز النادي الاهلي فرناندو مونزو محمد السيد ومحمد الحسيني. ودي طبعا بعض لقطات الشوط الاول واضحه قدامنا. تلتاشر الاهلي 4 جرين تيم وارسال قوي وكره تانيه. وكده احنا قلنا 6 استقبالات، احنا كده اكتر من 7 في الشوط ده. واضح الاستقبال يعني مهارة مهمة جدا وبتقابله ارسالات قوية من النادي الاهلي ولكن خارج الملعب ارسال سيف. 5 جرين تيم 14 الاهلي. واللاعب مومومبا وكرة بتتسقط جميلة من حسام من جنب ايد حائط الصد. واللاعب سالالامبا هو قدامنا واقف كان على الشبكة ومن جنب ايده. يوسف الصافي على الارسال. ارسال قوي وبيحط ايس قوي بكورة ممتازة بيعدل بيها 16-5. ستاشر الاهلي 5 جرين تيم. وارسال تاني قوي وكورة بتيجي جاية سهلة بتعدي ملعب الاهلي. وتاني كورة سريعة ولكن بيشوطها بقوة عبد الرحمن سعودي وحائط صد جيد من اللاعب موبونجو. ستة ستاشر ستة جرين وارسال في الشبكة من جرين تيم الكونغولي. سبعتاشر النادي الاهلي وعبد الرحمن سعودي على الارسال. وارسال عبد الرحمن زي ما قلنا اهو ارسال بكرة سهلة وبترجع تاني ومتشاطة وفي حوائط الصد وبترجع. وعبد الرحمن الحسيني بيحط كرة جميلة بتسقطها ملهاش ديفنس بشكل جيد. 18 النادي الاهلي اهو من فوق. ستة نادي جرين تيم الكونغولي وعبد الرحمن سعودي وارسال وكرة بتيجي وبتتشاط من مركز واحد من اللاعب مامومبا في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. سبعة جرين تيم 18 النادي الاهلي. مازال الارسال واستقبال وكرة وسيف حسن بيشوط كرة قوية من مركز واحد ملهاش يعني حائط صد عشان كان واقف طالع مابوكا سنجل بلوك بس متشاطة بقوة. 19-7 ويوسف حسام يوسف وارسال قوي وكرة تانية
وحائط صد ولا اقوى ولا اجمل من عبد الرحمن الحسيني ومحمد محسن. اهو شايفين حائط الصد متقفل بشكل جيد ازاي. 20 الاهلي 7 جرين تيم. مازال الارسال مع حسام يوسف وارسال واستقبال وكرة جاية وحوائط صد ولكن بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب اللاعب تويدي مابوكا لاعب رقم 4. اهو تمانية جرين تيم 20 النادي الاهلي ورمضان بيستقبل وكرة من 6 ومحطوطة ودفنس وبترجع تاني ويعني محتاجة كفر ولكن بعيد عن ايد محسن وارسال واستقبال وكرة طبعا في الشبكة ما تعديش. 21 النادي الاهلي 9 نادي جرين تيم. عبد الرحمن الحسيني وارسال قوي واستقبال زي ما احنا شايفين وكرة سريعة وبترجع وتاني حسام بيحط كرة من 6 قوية بيشوطها عبد الرحمن الحسيني وبتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب 22-9. عبد الرحمن الحسيني وارسال قوي وكرة اس بتتشاط بقوة. 23 الاهلي 9 جرين تيم. وما زال الارسال مع عبد الرحمن الحسيني وارسال قوي واستقبال وكرة بترجع تاني وحسام يوسف بيحط كرة وبتترفع لسيف وبترجع تاني وتاني محسن بيشوط كرة من نص الملعب بشكل قوي جدا. 24 الاهلي 9 جرين تيم. اهو ونقطة تفصلنا عن اللقاء وعبد الرحمن الحسيني واستقبال وكرة بتترفع وبتتشاط وبكده ينتهي الشوط الثالث 25-9 وينتهي لقاء النادي الاهلي ونادي جرين تيم. وفي طبعا إعادة للكورة لاعتراض بالرغم ان هي فيها تعدية ولكن عاد النقطة واستقبال وكرة جاية وبتتحط وتاني رمضان ديفنس والمرة دي محسن بيشوط كرة قوية جدا ولكن خارج الملعب. ليهم نصيب تبقى 10-25 والتاني مابوكا ارسال وخارج الملعب لينتهي الشوط الثالث والمباراه 25-10 25-13 25-15. مشاهدينا وفي بدايه انطلاق بطوله الانديه الافريقيه ابطال الدوري للكرة الطائرة للرجال رقم 45 بداية فوز مستحق للنادي الأهلي في المجموعة الأولى المهمة والتي تضم كلا من الأهلي المصري والأسمنت الأثيوبي والعدالة الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي. بداية موفقة إن شاء الله وألف مبروك للنادي الأهلي في بداية المشوار. والميكروفون مع الزميل هيثم السعيد وضيوفه الكابتن أحمد زكريا والكابتن محمود رؤوف. شكرا وإلى اللقاء. كان معكم معلقكم أسامة أبو زينة وإن شاء الله بالفوز لنادي الأهلي في المباريات القادمة بإذن الله.
جت كوريبتي معلقة يا يما.